سنة 1958 هي سنة مفصلية في تاريخ ثورة التحرير. لماذا؟ لأنه في هذا السنة وقع حدث استثنائي في التاريخ الفرنسي وأثر بشكل مباشر على التاريخ الجزائري، اللي هو عودة الجنرال دوغول إلى السلطة. هذا العودة شهد التحول أساسي في الثورة الجزائرية، اللي هو دخولنا في مرحلة الحرب الشاملة. دوغول حب يحقق انتصار عسكري على جيش وجبهة التحرير الوطني. في هذه الفترة جبهة التحرير الوطني مشات في اتجاه فتح جبهات أخرى للمواجهة مع فرنسا الاستعمارية. كان المواجهة العسكرية اللي قلنا كانت على أوجها في هذه المرحلة، لكن فتحت جبهات أخرى، منها هذه الجبهة، جبهة إذا صح القول المواجهة الرياضية أو المواجهة على مستوى كرة القدم. اختارت الثورة هذا التوقيت لأن ثورة التحرير الجزائرية لماذا تعد مدرسة نموذجية عالمية؟ لأن كل ما فيها كان يقدر بمقدار وكان يحسب بحساب ذو أبعاد، ولذلك الاختيارات في التواريخ كانت لها دلالات، لأن في هذا الفترة بالذات كانت فرنسا قد شكلت الفريق الوطني الذي سيخوض كأس العالم، وبدأت في التدريبات لهذا الموعد العالمي الكروي الكبير. الشعب الجزائري في هذاك الوقت كان في معركة تحريرية، وما كانش فيه جزائري اللي ما كانش مشارك في هذه الثورة. ما يمنعش للإخوان الرياضيين ما يشاركوش في هذه المعركة الشريفة لتحرير الجزائر، ولهذا كان الإخوان قبل ما يلتحقوا ويكونوا الفريق كانوا مناضلين، كل واحد في الميدان ديالو، في القرية أو الفرقة اللي كان موجودة فيها في أوروبا كان مناضل. بعدين جاهم تعليمات، لأن كما تعلمون تعليمات الثورة كانت تعليمات سرية ونضالية، ولهذا ما كانش جزائري اللي يجيه تعليمات وما ينفذش هذوك التعليمات يستجيب لهم، للانفرار من الفرق الفرنساوية والتحاقهم بمكان معين وهو القطر التونسي الشقيق. لما يعني كان مهرجان الشباب يعني في موسكو، هنا شارك الجزائريون وشارك يعني فريق الطلبة الجزائريين في ليجيما في فرنسا، وكان يعني بقيادة المناضل محمد بومزراك. كي كملوا المهرجان جاءوا داخلين فرنسا، يوليوا فرنسا كانوا خدامين، وكل كان كل واحد واش كان يدير. وبومزرق هذا اللي كان مدرب جاته فكرة باش يكون فريق وطني بالمحترفين. هايدي كيفاش راحت الفكرة؟ اتصل بالأول أول لعاب كبير فينا وكان مناضل كبير في نيس، هو بن تيفور. ومن بعد تلاقيت أنا وبومزرق في باريس، احنا هذاك الوقت كنت على السكري مع مخلوفي، قال لي واش تخمم لو كان نكونوا فريق وطني بالمحترفين؟ يعني نسميوه فريق لفلان. قلت له هذه فكره عالميه. قال لي ما بصح الهضره ما تحل. وهكذا كان الحال. بونزري خد قرار بلي 13 ابريل لازم نكونوا كل واحد وين يكون، يا في طاليان يا في سويسرا في جنيف ولا في لوزان. جاء القرار
بأنه لابد من أن كل رياضي جزائري في كرة القدم يجب أن يلتحق بفريق جبهة التحرير. وجبهة التحرير اختارت هذا التوقيت بالذات لأنه تزامن واقترب مع يعني التحضيرات يعني لخوض كأس العالم في سنة 58. كان عريبي استكلف بسانتيتيان مع كرمالي ومخلوفي. دونك كان أربعة لاعبين في موناكو، وأنجي كاين واحد هو عمار روي. هو في موناكو كان بوبكر زيتوني قدر مخلوفي وبن تيفور. سهل عليهم باش يمشيو للطاليان، خمس دقائق وراهم في الطاليان، حدود موش بعيد. دوزيام جروب، كيما قلت كبير كان كرمالي مخلوفي والعريبي. وتروازيام جروب باش نديرو 11 سوا سوا، كانت مباراة ما بين ستاد دو رانس وين نلعب انا وتولوز. تولوز كان ابراهيمي وبوشوك وانا، دونك صافي ثلاثة تعمل 11، وبومزرق مدرب تعمل 12. في هذاك الوقت رشيد مخلوفي لعب ماتش وطاح، طلعوه للسبيطار. في الوقت اللي طلعوه للسبيطار راك لي انا للسبيطار ما فهمته في القضية، باش وعطيته الوقت اللي لازم نهربوا فيه. في هذاك الوقت قول هربناه من السبيطار، هرب من البيجامة رشيد وحكمنا الطريق تاع اليوم. ربعة كما قلت لك كافريل الصباح دي مارينا من اليوم في ربعة، في عبد الحميد بوشوك سعيد إبراهيمي ومخلوفي وانايا، ولحقنا عريبي وحكموه في لافرونتيير معوش، كان زعم باش يعقب معنا هو تحكم في لافرونتيير وإحنا عقبنا. يبدو أن هناك بعض اللاعبين رفضوا الالتحاق، هذه لابد من أن نذكرها لأنه عددهم كبير في ذلك الوقت، لكن النجوم الأساسيين وعلى رأسهم مخلوفي وزيتوني وبضعة أسماء أخرى، هذو قرروا أنهم يمشيوا في هذا المخطط ويغادروا الفرق تاعهم، ومشاوا في رحلة معروفة يعني، بعضهم عبر سويسرا وبعضهم عبر إيطاليا، ولحقوا إلى تونس اللي كانت أنذاك مقر لقيادة جبهة التحرير الوطني. كانوا تسعة، المجموعة الأولى فيها تسعة لاعبين. وفعلا في 13 ماي يعني 58 التحق الجميع بتونس، بعد لأن كان موعد اللقاء الأول هي من فرنسا من باريس إلى جنيف إلى سويسرا، ثم من سويسرا إلى تونس. يعني كي تنقلوا لتونس كانت بصعوبة، كاين اللي ما قدرش يعني يلتحق، اللي كانت حتى في صعوبة في كان الأول نوات اللي هي كانوا في 10 لاعبين اللي كانوا قدروا يلحقوا، بعد لحقوا الآخرين، وهذا الفريق اللي شكل فريق ومنتخب قوي جدا، وين صار يعني من أول ظهوره صار عنده يتبارى الند بالند مع أقوى المنتخبات آنذاك. هنا كان مخلوفي هذا الهداف الذي كان له اسم كبير في فرنسا، وكانت الصحافة الفرنسية تراهن لأن مخلوفي هو من أهل فرنسا إلى كأس العالم، ولذلك كانت الأنظار كلها متجهة نحو هذا اللاعب علّه يعني تفوز بفضله فرنسا في أدوار متقدمة في كأس العالم، ولما لا كأس العالم نفسها. زيتوني
زيتوني فيزنياسكي فيزنياسكي زيتوني زيتوني فير فونتين. كانوا جوج لاعبين ثلاثة مام كانوا يكونوا ثلاثة مام أربعة في الفريق الفرنساوي. كان زيتوني زيتوني هو الصح، كان مخلوفي، كان بن تيفور وأنا كنت في الربعين. مي زيتوني ومخلوفي لو كان لعب زيتوني يقولوا وبالك مام مخلوفي كانت فرنسا تربح كأس العالم تاع 58 باسكو زيتوني هو كان ما كاش مدافع كما هو بطل أندا كيما مخلوفي اللي هو في سنة 57 كان بطل العالم عسكري اللي لعب موهوب جدا. مخلوفي بالنسبة لنادي سانتيتيان هو أحسن لاعب اللي مر على هذا النادي، هذا البطل الكبير اللي يخلي كل شيء المال والجاه ويلتحق. أنا أكيد هذا الالتحاق تاعه راح يمد يحفز شبان أكثر لهذا الشيء. الإعلام عادي جدا خاصة الإعلام المستعمر كان يحاول أن يشوه الصورة يعني القضية العادلة اللي هي قضية حرب التحرير. لما التحق هؤلاء مباشرة في اليوم الموالي كل صحف فرنسا وصحف العالم ووكالات الأنباء الرياضية التي كانت يعني تحضر لهذا الحدث العالمي الكروي أصبحت تكتب بالعناوين والصور هروب لاعبين كبار من الفريق الفرنسي والتحاقهم بفريق ثورة الجزائر بفريق لفلان بفريق جبهة التحرير. الإعلام والرأي العام بشكل عام يعني سواء الفرنسي أو الجزائري أو الرأي العام العالمي المهتم يعني فهمها بشكل مباشر أنه هذه قضية سياسية مش قضية رياضية، يعني هذا موقف سياسي بامتياز. جريدة ليكيب الشهيرة يعني اللي تتابع أخبار كرة القدم بعثت مراسل خاص إلى تونس يتابع هذه القضية ويتابع تطوراتها بعد التحاق هؤلاء اللاعبين. كي صرنا صباح رجينا محسوب قول لجورناليست على العالم بيسريه كانوا ثم باش يتصلوا بنا باش نحضروا هذاك، ما حبيناش يعني نحضروا في هذاك الوقت، كنا خايفين حتى العشوة اتصل بنا ريسبونسابل تاع لفلان وقالنا تنجموا دوك تمدوا لهم يعني علاش يعني سرحات علاش هربتوا علاش. وثم يعني بدينا كسا هضرنا لهم قالوا لنا علاش يعني كنتوا لاباس بكم في فرنسا وبروفيسيونيل وتربحوا صوارد بزاف وعندكم شخصيات وهذا كيف يعني راكم هربتوا هكذا. احنا كسا قلنا لهم على كل حال رانا جزائريين والجزائريين راهم في ثورة ولازم نحن ذا نروحوا نديروا ثورة. هنا ينبغي كذلك أن نرى الصورة من وجهتها أو من وجهها الآخر، يعني لما نشوفوا أنه مجموعة من اللاعبين الشباب اللي كان أعمارهم 22 23 25 سنة يتركوا فرصة المشاركة في كأس العالم اللي هي حلم لكل لاعب كرة قدم في العالم، يعني هذا هو الحلم الأكبر يعني. فهؤلاء اللاعبين قاموا بتضحية جبارة، تضحية كبيرة لما ينسحبوا من فرقهم اللي هما نجوم فيها وبعضهم من الفريق الوطني الفرنسي ويقروا المغامرة بحياتهم بحريتهم. تكلمنا كثير عن اللاعبين حاليا بنزيما ولا كريستيانو رونالدو ولا ميسي، صعب جدا انه باش يخلي ريال مدريد وراح يلتحق بفريق اللي انا ذاك اللي كان يمثل البلاد اللي ما كان مازال ما استقلش ماهوش عارف انا ذاك ما كانوش عارفين هل راح نستقل ويصيروا ابطال
ولا تخسر القضية، لكن هما ما حسبوش، دخلوش في هذه العملية الحسابية، هذه دخلوا في التضحية. ما كانش حاجة اللي تسوى أكثر من الاستقلال. الاستقلال ما فيهش سومة، الاستقلال ما فيهش سومة. دوك الناس كاين بزاف يقول لك ها خلاو الدراهم وخلاو هذه وخلاو الحياة تاعهم. لا 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 لا، ربحنا. هذا الفريق بدأت هناك الكثير من الدول في أوروبا الشرقية وفي أيضا آسيا وفي روسيا في الاتحاد السوفيتي وفي بلدان المشرق العربي، كلها تبحث على استضافة هذا الفريق لتتمتع برؤية هؤلاء النجوم، هؤلاء الأبطال الذين تركوا حياة الغرب والتحقوا بحياة الثورة والتحرير. ولذلك هنا هذا الفريق أصبح محل، يعني اختطف نجومية الإعلامية من كأس العالم إلى نجومية الإعلامية للثورة الجزائرية. الدول الصديقة والدول الحرة رحبت جدا بالفكرة. اللهم من بعد تدخل الاتحاد الدولي الفيفا آنذاك اللي كانت تهدد ببرقية رسمية أنه تقصي كل منتخب يتبارى مع المنتخب الوطني اللي هو فريق جبهة التحرير، أنا داك صار تردد عند بعض المنتخبات وين صارت تخاف الإقصاء. الفيفا منعت البلدان وكل ليافيلي يلعبوا كذا. شوف المروك قالوا ديروا برية ولا ماشي برية لعبوا معنا، تونس كذلك، ليبيا كيف كيف، العراق، سوريا، فيتنام، لاشين، وعندك البلدان أوروبا الشرقية، يوغوسلافي، تشيكوسلوفاكي، هنغري، بولون، وكل روسيا، هادو كل لعبوا معنا. لما تكلموا على الفرق العربية أو الأندية العربية في ذلك الوقت، كان لعبها يعني لما تواجه فريق جبهة التحرير الوطني، يعني بالنسبة لها شيء فيه الجانب، طبعا الجانب العاطفي تعاطفها مع الجزائر مع الثورة الجزائرية، ولكن فيه الجانب الرياضي المحض، كانت تواجه فريق من مستوى عالمي، وهذه حقيقة. يعني 4 أو 5 لاعبين كانوا من نجوم الفريق الوطني الفرنسي وشاركوا في مباريات دولية على مستوى عالي، والباقي كانوا في فرق قوية جدا. فبالنسبة لأغلب الفرق العربية أنا ذاك اللي كانت تواجهه، كان طبعا كما قلت الجانب العاطفي، الجانب التعاطف مع الثورة الجزائرية مع الشعب الجزائري، مثل ما يحدث الآن لما الفريق الوطني الحالي يواجه الفريق الفلسطيني، يعني نفس المشاعر تقريبا. من 58 إلى سنة 1962 لعب الفريق أكثر من 100 مقابلة، منها 60 رسمية، تعادل في 11 مقابلة وانهزم في 4 مقابلات. في البلدان العربية نجد أن هناك يعني أكثر من 35 هدف مقابل يعني 3 يعني أهداف. إذن هذا الفريق، والذي استقبل أيضا من الملك الأردني ومن كل قيادات البلاد العربية بإعجاب كبير، وكان يعني ينظرون إليه نظرة إكبار ونظرة وكأن الثورة الجزائرية تنتصر وتلعب في يعني ميادينهم، وكانت شعبهم يناصر فريق جبهة التحرير الوطني على فريقه المحلي. الشباب هذو تاع الفريق يتلاقوا بماو تسي تونغ، يتلاقوا بجياب، يتلاقوا بهوشيمين، يعني أساطير، هذه شخصيات أسطورية في ذلك الوقت. يتلاقوا بعبد الناصر، الملك سعود أو الملك فيصل أو الاثنين، يعني بالنسبة لهم حتى هما هذا شيء، لأنه مهما يكون فريق لكرة القدم عادي ما يتلاقاش بشخصيات من هذا المستوى في الغالب. فوجودهم يعني أو مسارهم في تلك المرحلة كان
مرتبط كذلك بعنفوان وبشهرة وبمكانة الثورة الجزائرية. يعني هما فعلا أضافوا الكثير للقضية الجزائرية، ولكن الثورة الجزائرية انعكست بأمجادها وبطولاتها وتضحياتها عليهم كأشخاص وكفريق. هؤلاء الذين صنعوا مجد الجزائر إبان الثورة كسفراء للثورة، وصنعوا مجد الجزائر المستقلة في صناعة رياضة جزائرية منتصرة، ما زالوا إلى الآن نحتفل بهم ونلتقي معهم في كل المناسبات. وقد كتب عن هذا الفريق يعني عدد كبير من الكتاب من مختلف بلدان العالم الذين كتبوا يعني عن هذا الفريق، والذين أعجبوا بإمكانيات هذا الفريق وهو فريق جبهة تحرير الوطن. أنا فخور جدا بنقدر نقول لك سيدنا اللي هو مصطفى زيتوني. أنا ذاك مصطفى زيتوني معروف جدا اللي كان في المنتخب الفرنساوي معني بالمونديال 58. مصطفى زيتوني في لقاء ودي منتخب الفرنساوي ضد منتخب إسبانيا اللي لعب في أحسن لاعب في ريال مدريد دي ستيفانو، كان لاعب موهوب جدا، قوه عضليه تقنيه ما فيش مقابله ما يسجلش فيها دي ستيفانو. في اللقاء الاسبانيا ضد فرنسا انتهى اللقاء باثنين ضد اثنين، دي ستيفانو ما سجلش لانه مصطفى زيتوني كان تغلب عليه كمدافع. دي ستيفانو كان كلم مصطفى زيتوني وقال له تعال التحق بنا، انا داك باحسن نادي في العالم اللي هو ريال مدريد. قال له انا راني في احسن فريق. قال له شو هذا الأحسن فريق؟ قال له أحسن به هو أحسن فريق في العالم بالنسبة لنا، ويقعد دائما هو أحسن فريق هو فريق جبهة التحرير، لأنه فريق جبهة التحرير هو اللي شارك في أسمى قضية اللي هي حرب التحرير اللي أعطتنا أحسن هدية لكل الأجيال اللي هي الحرية.